ولكن متى عاد أبي البارحة؟ عاد بعد منتصف الليل متعباً مهدود الحال. هيا يا مرداس يا صديقي صدوق، احمل معي هذه السبائك الذهبية المعبأة في الصندوق وتعال معي نوصلها إلى عمي طهماز هذه العشية، فقد حقق الله حلمي بعد الصبر وأزال عني غمي بعد القهر. أهلاً أهلاً بصاحب الشرطة، ابتهجت القلوب بزيارة المحبوب. سأكلك بلا ملح. هل صحيح ما قالته جاريتك عن أبي الفتح؟ إذا كنت تقصد زواجه من بدور فقد وقع المقدور. وتجيبني بالإيجاب كأنني لم أكن أول الخطاب؟ شتان بين زواجه وزواجنا، هو يصك الذهب ويدفعه بالقناطير، ونحن على وشك أن نتزوج ولا نملك شر ولا قير. لا، ليس هذا ما يسمع. أبو الفتح سيد الكرماء أجمع، ولن يتركنا نتزوج دون أن نلحس من اختراعه الأصبع.